السلام عليكم، مساء الخير عليكم، مبارك عواشيركم. سمحوا لي لما درت لكم شي حاجه جديده، بغيت نقول لكم شي مثال. قال لك المثل الاول: نسى الهم ينساك، الا بقيتي عايش فيه ربي يصاحبك ويديك. المثل الثاني: نشكر الخراز عبد القادر الخراز، تنشكرو وتنبارك ليه العواشر وتنتمنى ليه مسيرة موفقة. تيقول واحد النصيحة خص بنادم يدير بها، بتاعت البنات، نصيحة ديالت البنات. قال لك البنت تتشوف الجلدة تتقول كل هي زيت، الجلدة زيت، وإن هي رحافة وفمها قد الزلافة. وتنطلبهم يديروا بالنصايح دياولو. أنا تنشكرو وتنتمنى ليه الخير وتنتمنى ليه مسيرة موفقة وتنبارك ليه العواشر. والسلام عليكم.